تحت شعار مستقبل العمل أكثر إشراقاً، افتتح مؤتمر العمل الدولي دورته 80 بقصر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة أكثر من 40 مسؤول رسمي حكومي، من بينهم رئيس دولة ورئيس وزراء، فضلاً عن وزراء العمل في جميع الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة. وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى يترأسه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي. من القضايا الأساسية التي طرحت كذلك هي في يجب أن تضاف في موضوع الإرهاب وكيفية تأثير الإرهاب على التنمية والإضرار بالتنمية والتنمية المستدامة، وطرحت كذلك قضية الاحتلال، وكما تعلم أن قضية الاستعمار كانت مطروحة في الإعلان الأول لمنظمة العمل الدولية، والآن نطرح الاحتلال وتأثيره على عملية التنمية وعلى الكرامة وعلى الإنسانية. يعتبر مؤتمر العمل الدولي المنعقد في دورته 80 حدثا متميزا، وذلك بمناسبة مرور 100 على إنشاء وتأسيس منظمة العمل الدولية التي تعتبر أقدم منظمة دولية تم إنشاؤها قبل عصبة الأمم المتحدة في عام 1919. ويحرص المؤتمر على تعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، كما يستعرض المؤتمر قضايا دولية وعربية هامة على رأسها قضية العمال الفلسطينيين. اليوم كان هناك تضامن بحشد الحضور الثلاثي في مناقشة أي حالة عربية موجودة. هذا المكسب الكبير أن وطننا العربي اليوم من خلال المنبر الأول للحوار بثلاثية الأطراف، هذا النقاش الكبير اللي قناتكم الجميلة كانت يمكن حضرت جزءا من هذه التغطية وهذه النقاشات، له دلالة بأن كل المجتمعون اليوم مجتمعون على أرض واحدة وهو الوطن العربي وقضيتنا الأم قضية الفلسطينية إن شاء الله. على هامش مؤتمر العمل الدولي عقدت المجموعة العربية اجتماعا تنسيقيا للتشاور حول الموضوعات العربية ذات الاهتمام المطروحة على طاولة المؤتمر الدولي وتنسيق المصالح المشتركة والترتيب لعقد ملتقى دوليا للتضامن مع عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي. تنفرد منظمة العمل الدولية بمبدأ ثلاثية التنظيم من خلال مشاركات الحكومات وأصحاب العمل والعمال في وضع كافة السياسات والاستراتيجيات والبرامج. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، منظمة العمل الدولية، جنيف.